قدروا يمسكوه؟ الكل هربوا وعم ندور. ونحن شو رح نكتب بالتقرير؟ رح ننقله لمقر الطباب الشرعي. طيب ماشي. عفواً أستاذ، عفواً أستاذ، تفضل معي إذا بتريد. مانك سامعني؟ يلا بسرعة خلينا نفوت لجوا. الإزاز ده ماله إيده، انكسرت القنينة بإيده وجرحته، كان شربان كثير الأفندي. بس ماني شايفة جروح. يعطيك العافية، إذا هيك أنا رح أخده وروح. شكرا كثير. يا أهلا، عادت حمامة السلام عايشة. أحكي لك شي كلمة حلوة. أنا كنت قاعد عم بتلف وراء قديمة عندي، ما قدرت إجي، بس بعتت لعندكن سكيز ونبهته إنه ما يتخانق معه. شلون كان اللقاء بيناتكن؟ قتلو إيزال. مين؟ سكيز؟ لحمة، انت متأكدة وشفتي بعينك عم يقتله؟ إيزال، إيزال، لوين بدنا نروح؟ لازم نرجع. يلا خلصنا، خلصنا. أستاذ كنان، تأكدتوا؟ إيه تأكدنا وأسف كتير. أستاذ كنان، تسمح لي أني أقترح على حضرتك اقتراح؟ أنت خليك بعيد عن كل هالقصة، طبعاً رح خليك بالصورة لأنه بهاي الفترة قربت كتير، ما هيك؟ تأكد من الوضع منيح وشوف إذا كان في شي يربطني. أنا بلشت بهالشي قيا، مبارح رحت وشفته. إيه بعرف، شفته بهذا الوضع، وجع لي قلبي، انهوله الوجع تبعه. حاضر مثل ما بتأمر سيدي، دوا رامز بيكون جاهز بكرة الصباح. إذا سمحتي غرفة السيد كريم. غرفة السيد كريم بآخر الممر أستاذ. شكرا. القوانين الجديدة صعبت على الطب كتير من الشغلات. اللي انت مالك من الدولة وجماعتهم معناتها ما رح يخلوك تستمر بهالشي. مزبوط هالحكي. الحقيقة هذا الاسم بيعني شغلة واحدة بالمهنة تبعنا. لازم تشتغل لصالحك. إذا عجبك هذا الشي فالقصة عندك. يا عيني طبعا، أكيد بدي، أكيد اتفقنا. بالمناسبة سمعت إنه صار عنكم مشاكل بالمشفى تبعكم،
للأسف سمعت إنه في حدا قتل بغرفة واحد مريض ومتهم عنكم بالمشفى. قصدك رامز قرأسك؟ خلاص خلاص، ما في داعي تذكر الاسم أبدا. على فكرة هذا الرجال مانو تمام بالمرة، بعده عايش، اسمه قوي كتير العمى. هذا واحد قاتل وسفاح، واللي بيقترحوا عليك إنك تنهي له حياته. عفوا بس هذا الشيء بالقانون، يعني أنت بتعرف أي قانون هاد؟ لو نقص واحد منهم ما راح يكون البلد أحسن؟ أنا برتاح أكيد، ما بعرف إذا فهمت علي. أنا عفوا بس يمكن أنت فهمتني كتير منيح ورح نتفهم أكتر بكتير. برأيك هذا الرقم بكفي ولا لا؟ أنا آسف مدام. عفواً بعد إذنك. كمل إذا بتريد. كمل. كنت عم لخص للمدام الوضع الصحي تبع السيد رامز. بالإضافة لهذا كلياته، في تلف كبير بالشريان يلي بيغذي الحبل الشوكي. يعني؟ كتير صعب إنكم تسمعوا هالحكي، بس جرح السيد رامز غميق وخطير كتير. هو ما بيقدر يتنفس بشكل طبيعي لحاله، عم يتنفس على الأجهزة. إيه بس رح يفيق، وبعد ما رح يفيق رامز. حتى لو فاق بقدرة قادر، ما رح يقدر يكمل حياته بشكل طبيعي، وطبعاً من المستحيل إنه يفيق بوضعه الحالي، وما رح يفيق. يعني شو بتريدنا نساوي؟ هي تقرير اللجنة، وقعينا يا إذا بتريدي لنوقف له المعاناة تبعه. بدنا نعمل استشارة تانية غيركم. ما في داعي للاستشارة، زوجك أساساً ما رح يعيش. إذا خليناه على الأجهزة فهالشي رح يكون من شانك مو من شانه. أبداً، ولا يمكن أني وافق لكم، وأنتوا ما عندكم صلاحية. مدام تذكري أنا طبيب، مهمتي أني خلي الناس يستمروا بالحياة، بس إذا أبداً ما رح وافق. إزيل ما بيصير هالحكي دكتور، ما رح نتركه وما بيصير تتركوه. إزيل أحكي لك شي كلمة شبك؟ مالنا بحاجة لهي الورقة. الست سلمى مانا مرته لرامز. إزيل؟ رامز قرائسكي ما بقيان حدا من عيلته. إزيل؟ ما بقى في داعي تطلبوا توقيع حدا. اعملوا يلي بدكن ياه، الموضوع عنكن. إيزيل شو يلي عملته؟ أنت شو عملت؟ شو عملت إيزيل؟ عملت الصح. رامز قرائسكي، رح نفصل عنه الأجهزة ونوقف الإنعاش. طيب ماشي، أنا رح أجي ووقفهم. الأذواق البسيطة، دائما هذا يلي بقوله، الأذواق البسيطة. الأكل والنسوان والشراب الطيب، شو في لسه كمان؟ هاد كل شيء. خلينا نقول نضربها باثنين، لا، بثلاثة. الأصدقاء والبحر والحكي والتراب ونبيت. كنان، ما تكون قلبت لاشتراكي؟ قلبت. قول الحقيقة. طبعا قلبت. Thank you.
Thank you.